ارحب بحضراتكم مره اخرى سيداتي انساتي سادتي الى الوقت الاضافي الاول للقاء الهلال السعودي والاستقلال الايراني. هذا جنكيز خان اللي غير مدرب نادي الاستقلال الايراني واشرك من خلال الشوط الثاني من المباراه. الوقت الاضافي الاول للمباراة النهائية البطولة الآسيوية 11 للأندية أبطال الدوري. منصور بوحيدر يغير ونزل جنكيز خان. سعد مبارك. الهلال طبعا استنفذ تغييره والاستقلال الإيراني غير لاعب. منصور الأحمد نصف ساعة على شوطين ربع ساعة وربع ساعة والهلال الآن في الجهة اليمنى من الملعب هي نفس الجهة اللي لعب فيها الهلال الشوط الأول من المباراة. محاولة الاستقلال الآن. سيد مهدي خرج من أرض الملعب من نادي الاستقلال الإيراني ونزل جنكيز خان وهذا رضا حسن زادة وهذا جنكيز خان في صفارة. في خطأ لصالح الاستقلال عن شاهين بياني. شاهين بياني يلعب لكرة عالية خالد الدايل وفي صفارة على طول من حكم المباراة وفي اشتراك ما بين عباس سرخاب وخالد الدايل وعليها ضربة حرة مباشرة للهلال. يوسف ثنيان طارق العوضي في تسلل تصل الى احمد رضا عابد زادة. الدقيقة الثالثة الوقت الاضافي الاول تعادل بهدف لهدف. جنكيز خان الى امير عباس صاحب الهدف الاستقلال تصطد وتصل الى طارق العوضي. طارق العوضي يوسف ثنيان ثنيان يتقدم يلعبها للامام على طول يشيلها رضا حسن زاده في خطأ على فهد الخشيان. سلامات ان شاء الله لامير عباس. سلامات ان شاء الله لامير عباس. نامل ان لا يصاب اي لاعب من الفريقين الهلالي والاستقلالي. أمير عباس يعالج خارج أرض الملعب. سلامات إن شاء الله. نأمل ألا تحدث أي إصابة لأي من الفريقين. كرة طبعا الآن يعالج أمير عباس. كرة ضربة حرة مباشرة للاستقلال. رضا حسن زادة شاهين بياني في مكان سليم تماما للاستقلال اللي هاجم في الجهة اليسرى من الملعب. طارق العوضي يقطعها توصل سعد مبارك الى جنكيز خان
الصمد. خمس دقائق الوقت الإضافي الأول والتعادل مستمر بهدف لهدف. يقطعها يوسف اثنيان إلى سعد مبارك إلى يوسف جازع. يوسف جازع يرسل لك كرة طويلة جهة فهد الخشان ومع المدافع طايحة تطلع برا الملعب. رمية التماس للهلال السعودي. جماهير نادي الهلال التي أتت من المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف مع نادي الهلال في المباراة النهائية. كرة مر مشاري العويران مشتركة مرة ثانية تطلع برا الملعب. ضربة ركنية لعبة خطرة للهلال. جمهور ايضا نادي الاستقلال الايراني والضربة ركنية اللعب عالية وخطرة للهلال تنشال على طول. مرة ثانية محاولة تسديد برا الملعب. برا الملعب من منصور المويناع. أمير عباس سليم ولله الحمد وراح ينزل ويواصل اللعب في فريق نادي الاستقلال. نزل بالسلام مرة ثانية وأحمد رضا عابد زادة. مر على العموم سهل يتابعها مرة ثانية اللي هو فلاحة زادة إلى حارس مرمى أحمد رضا عابد زادة. طارق العوضي وسبع دقائق الوقت الإضافي الأول. حصل طارق العوضي مرة ثانية. يوسف اثنيان فهد الخشان في الجهة اليمنى وهاجم الهلال. بعد الخشان يحاول يمر يتخلص بالفعل من اللاعب يلعبها للأمام تمر يوسف اثنيان ولكن في راية مرفوعة لعبة هلالية خطرة. رضا حسن زادة لازال الحرص على الناحية الدفاعية مستمر الحقيقة في المباراة بالرغم من ان احنا نلعب في الوقت الاضافي الاول لانه لا توجد لعبات يعني كثيرة وخطرة على المرمى يعني على المرميين. يوسف جازع يلعبها ولكن بالخطأ يسيطر عليها رضا حسن زادة. غير موفق اليوم يوسف جازع. جنكيز خان لعبها عالية انقطع وتطلع برا الملعب. رمية التماس لصالح نادي الاستقلال. اللعب عالية شوف دائما جهة مهدي فنوني التحول ولكن يتابعها على طول مشاري العويران تطلع برا الملعب ضربة ركنية. شوف رميات التماس عادة ما ترمى الى مهدي فنوني عالية مثل الكرة اللي سببت المشكلة في مباراة الريان والاستقلال. شوف الان الضربة الركنية للاستقلال. اللعب عالية حبش يقافز يشيلها يصل سهلة الى شاهين بياني. مهدي فنوني مرة ثانية راح يرسل كرة طويلة فعلا جهة سيد أمير موسى. يوسف جازي يحولها إلى يوسف كنيان بالخطأ من يوسف كنيان. فنوني إلى حارس مرمى أحمد رضا عابد زادة. جنكيز خان منصور لأحمد قطعها منصور
سيد مير موسى توصل الى طارق العربي من الهلال، فهد الخشان، فهد يحصلها، فهد يمر، يمر ايضا مرة ثانية، ولكن يعني من ثلاثة لاعبين حاول المرور منهم مر بالفعل هذا اللاعب القصير فهد الخشان. يبدو المحاولات جيدة مع الهلال، اللعبة ضربة ركنية، يوسف نيان يحاول تنقطع على ذكر يعني اسم اللاعب فهد، فهناك يعني لاعب فهد الخشيان اللي يبدو محاولات هجومية جيدة مع فريق نادي الهلال. رمية تماس اللعب بيشيلها المدافع يطلعها برا الملعب، ضربة ركنية لصالح نادي الهلال. الدقيقة 11 الوقت الإضافي الأول، أربع دقائق على نهاية الوقت الإضافي الأول. يوسف ثنيان داخل يلعب الضربة الركنية، يوسف يلعبها برا الملعب، برا الملعب، ضربة مرمى لصالح نادي الاستقلال. هذا جنكيز خان، وهذا احمد رضا عابد زادة، كرة ملعوبة للامام طويلة يشيلها المدافع، العويران متابع، شاري حصلها، شاري العويران يحاول يكسب منها شيء، جاءت سعد مبارك تطلع برا الملعب رمية تماس. عباس رخاب، في الجهة اليسرى من الملعب هاجم الاستقلال الايراني، مقطوع على طول، فهد الخشان متابع، فهد قدم ليوسف نيان، وفهد الخشان يحاول يمر يلعبها ولكن تصطد وتطلع برا الملعب. في تغيير ايضا للاستقلال الايراني، غلام رضا نزل الى ارض الملعب بدلا من امير عباس. الاستقلال الايراني هو الاخر استنفذ تغييره، ونلعب في اخر دقيقتين على الوقت الاضافي الاول والتعادل مستمر. شوف الان رمية تماس الهلال توصل طارق العواضي، العواضي يلعبها عالية، في صفارة وفي راية مرفوعة وفيها تسلل على يوسف ثنيان على ما يبدو. طبعا في الكؤوس المقدمة موجودة في المنصة الرئيسية لاستاد حمد الكبير في النادي العربي، والكؤوس بانتظار اصحابها عدا المركزين الثالث والرابع. الحقيقة المركز الغى بعد ما انهيت مباراة الريان والشباب، الغى هذا المركز، وعلى هذا الاساس صاحب المركز الثالث لن يحصل على كأس. يعني الحكم المباراة كما ذكرت انهاها، ولاحظناها جميعا المباراة التي نقلت لحضراتكم على الهواء مباشرة، حكم المباراة انهاها قبل نهايتها بسبع دقائق بقرار طبعا من لجنة الحكام، وعلى هذا الاساس طبعا هي مباراة اذا لم تكتمل المباراة لا تعتبر مباراة قانونية ولا تعتمد نتيجتها اساسا. صفارة
صفارة، وهذه الصفارة تنهي الوقت الإضافي الأول، ولا زال التعادل مستمرا. تغيير على طول،